هو عايز يسحبك للميدان بتاعه عشان يتبحك بالإعلام قبل ما يتبحك بالوظائف. الكلام واضح؟ هو عايز يتبحك إعلاميا عشان يعرف يصفيك جسديا، وإحنا لن نسمح بهذه الهراءات، لن نسمح بإن إحنا نستظرف، لن نسمح إن إحنا نبقى رد فعل. إحنا بنعيد هذه الرسالة المفتوحة إلى من يهمه الأمن والأمان وإلى حسين طنطاوي رأسه، فإن زوار التحرير يبلغوك أنهم قد تم اختطاف عن طريق أجهزتك الأمنية، عن طريق أجهزتك الأمنية عدد من الميدان، وإن إحنا بنولد أننا مرابطين في هذا الميدان حتى يمشي، حتى يمشي. معتصمين 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 ونحن من الميدان بأننا لن نكون رد فعل للتشويه وللاستدراج حتى تسمحوا لنا إعلاميا بأننا بدأنا هجوما عليكم. فها نحن نتكلم على هذه المنصة بطلب واضح وصريح بالتزام منكم أنكم لن تعاودوا بأيديكم الخفية إلى أخذنا من الميدان واحدا تلو الآخر، فلن نقبل أن نحيا نعاجا بعد اليوم. وعليه فقد قرر رسالة الحضور من إدارة المنصة ومن الجهات التي تلت عليكم البيان أنهم سيتقدموا بلجنة منهم تمثل الميدان إلى قسم شرطة قصر النيل للتباحث بشأن ما حصل، وإننا إن لم نصل منكم إلى رد في خلال ساعة سنوافيكم بما تم، والأمر إليكم لا إلينا، والله المستعان على ما تصفون.